هنبدا من كل حته. ولكن انت وانت قاعد بتتفرج على الفريق كده، احنا بنتفرج بشكل وانت بتتفرج بشكل اكيد، بتتفرج على الفريق في مبارياته الاخيره خصوصا مباراه الاتحاد دي ازاي، وكنت وعملت ايه ساعه لما علي جاب الجول معلول؟ بص يا كابتن، احنا في ميزه عندنا اكتسبناها من الجيل اللي قبلنا ومن حضرتك يا كابتن، ان احنا كل ما الوقت خلاص بنحس ان الوقت خلاص بينتهي بيجي يعني بنزداد حماس، بيجي لك باور يعني قوه زياده، قوه زياده، والشراره بتيجي من ورا زي ما بيقولوا، من اخر لعيب اللي هو حارس المرمى لحد ما توصل لقدام، يبقى خلاص لازم يعني في فرق كتير جدا بتبقى بتقول ان الماتش انتهى، لكن لا احنا بنبقى لحد اخر ثانيه لحد صفاره الحكم. بس الناس مش مصدقه الكلام ده، يعني الناس تقول لك ايه انتوا بتقولوا كده بس عشان انتوا جوه قناه النادي الاهلي، او انت بتقول كده عشان انت لعيب في النادي الاهلي، ولكن انت لعبت في انديه كثيره وهنتكلم دلوقتي، ولكن هل الموضوع ده حقيقي يا وليد؟ لا فعلا كابتن حقيقي. انا ما كنتش في ماتش الاتحاد وقاعد، وعارف ان يعني هو في توفيق ربنا، بس عارف ان احنا عارف ان هنجيب جول، هنجيب جول وعارف ان احنا الباور زاد زي ما حضرتك قلت، لا الموضوع اختلف غير الاول، غير بدايه الماتش، غير في نص الماتش، لا في اخر الماتش الموضوع اختلف خالص، الريتم عالي، الروح زادت جدا، بقى في التحامات، الكره لينا في الالتحامات، لا الموضوع كنت انا حاسس ان احنا ربنا يوفقنا، وفعلا ربنا وفقنا. ما فكركش الجون ده بحاجه، الجون انت عملته مش جبته؟ عملته ده جول في الكونفدراليه المتعب. فعلا سيو سبورت. فعلا تقريبا كان نفس الموقف، كان نفس الموقف، بس الـ بدايه الشراره كابتن جت من الجمهور في الماتش ده. منين؟ من الجمهور. من الجمهور. احنا بامانه وقعنا، حتى وقعنا بدني وابتدينا يعني خلاص تقعوا، والشرابات تنزل، ننزل الشرابات بقى عشان الكرامبات وكده. لما الجمهور ابتدى يشجع، لا لقينا الموضوع اختلف، الكرة اتنقلت، لو حضرتك جبتها هتلاقي الكرة اتنقلت من تحت، من عند من مدافع لحسام عاشور لحسام غالي لعبد الله السعيد، يعني اتنقلت، لا الموضوع اختلف خالص. وراحت على يمين مين؟ راحت على يميني. المشكلة كانت عاجزة الماتش ده، يعني الواد المدافع ده انا ارفع بشمالي ما بتعديش، ارفع بيميني ما بتعديش، غيري كمان يعمل كده ما بتعديش، يعني سبحان الله الكره دي اللي عدت ومتعب. وراحت فين؟ راحت على يمينك. على يميني. على يمينك اللي هي اقل شويه، اقل كتير من شمالك يعني. وانا بقول لحضرتك ان هي عدت، ربنا التوفيق بقى كابتن. الحمد لله يعني، ومتعب ما شاء الله، تحرك متعب يعني، متعب حاجه كبيره جدا، وجاب جول يعني، جول ما شاء الله يعني. افتكرت الايام دي يا وليد، يعني اول ما الهدف الاتحاد دخل علي معلول افتكرت الجون ده؟ طبعا يا كابتن، وخلي بالك يا كابتن، في بدايه السيزون احنا جبنا اجوال برده، كان في الاتحاد في وقت كان محمد شريف اعتقد جاب جول، والسنه اللي فاتت في الاسماعيلي، يعني الموضوع احنا والاسماعيلي احنا متعودين ان احنا بنجيب اجوال في الدقيقه، بعد الدقيقه 90. الموضوع مش جديد علينا، لكن زي ما بقول لحضرتك دي ميزه عندنا من زمان، ان احنا لما خلاص الوقت بنحس ان خلاص بينتهي الماتش، بينتهي، لا الموضوع بيختلف، الريتم بيعلى لوحده. كنت بتتفرج على الماتش فين؟ في البيت؟ في البيت. فين يعني؟ في الصالون مثلا قاعد كده وبتتفرج على الماتش، عملت ايه؟ لا طبعا يا كابتن، انا ببقى قاعد بره. ولا رجليك ما ايدك شويه؟ يعني شويه بس. ببقى قاعد، لا يعني مشدود، بزعق، لا باصي كده، لا بتتفرج لوحدك؟ لا، ومراتي معايا، ومراتي اهلاويه. ليها في الكوره؟ فعلا؟ هنتكلم عن الموضوع ده، لكن قمت بقى ببقى يعني عصبي مشدود شويه مع عشان نتيجه الماتش وكده، لكن الحمد لله يعني ربنا وفقنا، وهي دي روح النادي الاهلي، ودي الميزه من ضمن المميزات الموجوده في النادي الاهلي. وري لنا الجون كده اللي هو بتاع عماد متعب اللي الكابتن وليد عمله بيمينه، يعني خلينا نبداه من الاول كده وليد مع بعض. كرة اتلعبت وراحت على يمينك برضو، وبعدين دي صعبة، خلي بالك مش سهلة. أنا فكرت بصراحة كابتن إن أنا أشيلها، بس إنها تعدي، أنا مش عايز أحط تعدي فيها. الأولاني. أنا عايز إنها تعدي بس. إن التحرك كمان بتاع متعب خد المدافع وراح، يعني لو مين اللي عملها لك؟ عبد الله. عبد الله السعيد. بص متعب راح فين يا كابتن؟ خده لجوه وبعدين طلع لبره. بص. لا أوفر يعني الاوفرات دي، اصل خلي بالك الاوفر اللي هو قبل الخط تيجي تلحقه وبيمينك اللي انت اللي هي اصعب كتير من شمالك يعني، ويطلع بالدقه دي في الوقت ده. انا جايب جوال كتير باليمين يا كابتن والله. يعني اعتقد جايب 9 او 11 جول باليمين
باليمين. باليمين اه. يعني عندي اليمين الحمد لله كويسه، بس هو التوفيق برضه يا كابتن يعني حضرتك الكره دي كان فيها توفيق. بس عدت من الاولاني، سيبك من اللي نزل على رجلك اللي بعديه بقى، بص عدت منه بايه؟ متعب طبعا كالعاده يعني. متعب ده برضه يا كابتن اللي بينجح اي كروس الفيرود يعني، متعب ما شاء الله يعني، بيبقى عارف هو رايح فين وشايف ومتوقع كرة تيجي فين. لا متعب اسطوره، ويعني بقول له وحشتني. طبعا.